بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور محمد عبد الوهاب، العضو المنتدب لشركة اللحوم. طبعا بيشرفنا وزارة الأوقاف زي ما معودنا كل سنة، إن هما الأضاحي بتاعت وزارة الأوقاف بتبقى دايما عندنا هنا في مقذر البساتين، وإحنا الحمد لله قايمين بالواجب معاهم على أكمل وجه. ولو عايزين المراحل، مراحل اللحمة بتاعت الأوقاف ديت من أول ما تخش جمهورية مصر العربية لحد ما تطلع في المبردات بتاعت الشركات لحد المحافظات اللي بتحددها وزارة الأوقاف، العقول ديت بتيجي من جمهورية السودان، بتخش في مجزر توشكا، في محجر هناك على أعلى مستوى. الحمد لله السنة دي قدرنا نخزن فيه ما يقرب من 30 ألف راس بحيث تبقى موجودة تحت أمر وزارة الأوقاف. دي مرحلة التكييس، الكيلو بيعبأ في داخل كيس مكتوب عليه لحوم أضاحي خاصة بوزارة الأوقاف ويذكر فيه تاريخ الإنتاج، وده بيخش بعد كده على مرحلة اللحام لكياس علشان يعد ان هو يخش نفق التجميل. ده الكيس بعد ما اتلحم واصبح معد ان هو يخش نفق التجميل عشان يحصل له تجميد مفاجئ ناقص 35. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم عندنا براد بيحمل دلوقتي 16 طن في الصعيد إن شاء الله. الحمولة دي في أسيوط، سوهاج، إنا، أسوان، كل محافظة فيهم 4 طن، يبقى أنا عندي 4 في 4 ب 16 طن البراد بيحملهم حاليا دلوقتي زي ما أنتم حضراتكم شايفين، وإن شاء الله يوصلوا بالسلامة، والسادة المفتشين العام موجودين همت عشان يوصلوا المحافظات ويسلموا المحافظات هناك. وكل عام وانتم بخير عشان خاطر اللحوم دي هتوصل للاسر الاولى بالرعايه، وشكرا. ان شاء الله نحمل لحوم الاضاحي وطالع على محافظه اسيوط وسوهاج وقنا واسوان ان شاء الله 16 طن، كل محافظه 4.